أهلا بحضراتكم من جديد. في المواجهة دي هنتكلم عن قرار الحكومة النهاردة بمد فترة سداد جدية التصالح بمخالفات البناء حتى 15 من سبتمبر المقبل. دلالة القرار ده إيه، وإلى أي مدى نسبة إقبال المواطنين المخالفين على التصالح، وأهم العقوبات كمان للمخالفين لتقديم التصالح بمخالفات البناء خصوصا في محافظة الشرقية. اسمحوا لي أرحب بضيفي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية. أهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم، مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الساده المشاهدين. مساء النور. والحقيقه انا عايزه ابدا مع حضرتك يا فندم من قرار الحكومه النهارده بمد فتره سداد جديه التصالح بمخالفات البناء لحد يوم 15 سبتمبر المقبل. قراءتك للقرار ايه، وتوقيت صدوره برغم ان المهله كان مفروض ان هي تنتهي النهارده؟ طبعا انا شايف ان قرار سليم جدا، والدليل على كده ان اعداد المتقدمين في تزايد كبير. يعني اقدر اقول لحضرتك في محافظه الشرقيه معدل بتقدمه في اليوم من 700 ل 900 واحد، وده رقم كبير ما كانش موجود قبل كده، لدرجه ان احنا وصلنا لحوالي 40 ألف متقدم للتصالح دلوقتي. طبعا الاعداد الكبيره دي بتؤكد ان المواطن شايف ان دي فرصه جيده، وطبعا الصرامه الشديده في تطبيق القانون برضو عجلت في التقديم في هذا القانون. فالنهارده كان قرار المد كان ليه انطباع جيد جدا عند المواطنين، واحنا شفناه وشفنا قد ايه الناس كان استقبالها هذا القرار كان استقبال جيد جدا. طب بالمناسبة سيادة المحافظ، حجم مخالفات البناء ايه في محافظة الشرقية، واسباب تواجد مخالفات البناء بهذا الحجم؟ يعني على ما اعتقد انه الحجم مش قليل، يعني بسبب وجود المخالفات بهذا الشكل، وايه اللي بيتم من حيث توجيه وتوعية المواطنين بخطورة ده؟ طبعا ده حضرتك بتتكلمي على ملف قديم قوي ويعني متوارث، وعدم تطبيق القانون، وطبعا وجود بعض المخالفات وبعض يعني ما نقدرش نقول اهمال، انما ساعات بيبقى في نوع من انواع الاهمال المتعمد. كل ده ادى للمنظر اللي حضرتك شايفاه، وده حضرتك كمان ادى للتشوهات في المناطق العشوائيه والمناطق السكانيه، وكان ليه تاثير سلبي على الخدمات من صرف صحي، مياه، طرق. فطبعا المخالفات حجمها كبير جدا، وفي محافظه الشرقيه المخالفات بالذات في المباني انا بعتقد ان احنا من اكبر المحافظات على مستوى الجمهوريه مخالفات. طب ايه العقوبات المنتظره يعني للمخالفين اللي ما قننوش اوضاعهم بشكل قانوني، ونسبه تواجدهم كمان ايه في المحافظه؟ طبعا حضرتك عارفه ان هو بيتم على طول اتخاذ اجراء بالنسبه للمباني اللي مسكوله مأهوله بالسكان. اول حاجه بيتم قطع المرافق عنه ما بين كهرباء وميه وغاز، وبعد كده بيطلع قرار بالاخلاء، وبعدين بيتم تنفيذ عمليه الازاله. طيب وحجم يعني من هم مخالفين ولم يتقدموا بالتقنين، هل عندنا حصر لده يا فندم؟ طبعا في حصر كبير جدا في المباني المخالفه، في المباني المبنيه على اراضي دوله، في مباني موجوده بصوره خارج المناطق السكانيه او خارج الحيز العمراني. أرقام كبيرة جدا، يعني مش عايز أقول الرقم لأن الرقم مرعب شوية، إنما اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إن استجابة المواطنين بالقانون ده بيؤكد إن إحنا ماشيين في الاتجاه الجيد والمناسب، وإن القانون ده من وجهة نظري إن هو في صالح المواطن، وإن هي فرصة ذهبية للمواطن إن هو يقنن وضعه عشان هنا اذا كان في مشكله، اذا كان يقدر بعد كده لو حب يعلي يقدر كل الخدمات، مياه، كهرباء، غاز تخش له من غير ما يبقى فيه دايما اي خوف من مخالفه، توقيع مخالفه عليه. اذا كان بعد عمر طويل هيسيب بيت او سكن لابنائه وما يسيبوش بمشكله، فانا بتهيألي ان فرصه جيده جدا. وبعدين حضرتك عارفة إن هو القيم اللي تم وضعها بيتم التقسيط لمدة 3 سنوات، ودي فرصة جيدة جدا.
هايل. كلمنا يا فندم عن أهم خطوات التصالح اللي المفروض يقوم بيها المواطن في مخالفات البناء، وإزاي يعرف إذا كان مخالف ولا لا. خليني أقول لحضرتك إن مفيش مواطن مش عارف إنه مخالف ولا لأ، كل المواطنين عارفين إنهم مخالفين أو معظم المواطنين، واللي مش عارف يقدر يروح على طول لأقرب مركز أو حي يقدر يعرف منه على طول إذا كان المبنى ده مخالف ولا لأ. حتى دي نصيحة بنصحها للناس، قبل ما تشتري شقة روح اسأل على العمارة دي أو البرج ده إذا كان مخالف لأ. بالنسبة للتقدم يا فندم، وفي تعليمات مشددة، مجرد بصورة البطاقة يروح يقدم صورة البطاقة ويكتب طلب إنه هو عايز يتصالح، ويروح يقول إن أنا المخالفة بتاعتي في حدود كذا متر وهدفع القيمة بتاعتها 25%، على طول كل الكلام ده وهو واقف هنعمله لغاية لما اللجنة بقى تبتدي تفحص وتعاين، وبعد كده هو يبتدي عملية وضع القيم الحقيقية وتخصيم الفلوس اللي هو دفعها مقدم، ويبتدي إذا كان هيسدد مرة واحدة موافق على سنة على اثنين على ثلاثة مسموح لغاية 3 سنوات. هل عندكم في المحافظة يا فندم قاعدة بيانات بمخالفات البناء من خلالها بتقدروا انكم تتحركوا على أرض الواقع؟ في يا فندم حصر، وكان في حصر قبل كده معمول من فترة كبيرة بمساعدة وزارة الإسكان، وهو ده اللي احنا بنعمله في الوقت الحالي. ابتدينا نوجه جوابات ومن خلال المراكز والمدن ورسائل مراكز المدن، وابتدينا نوجههم حتى بالصفة الشخصية من غير الوحدات المحلية عشان ننصحهم بسرعة التقدم لعملية التصالح. وأنا شايف أن التحرك اللي حصل في الفترة اللي فاتت ده، يعني لما حضرتك تلاقي حوالي 40,000 واحد يتقدم، فأنا بعتقد ده عدد كويس أوي. إذا كان المعدل من 700 ل 900 في اليوم، فبعتقد ده برضو معدل جيد جدا. ممتاز. فترة سداد جدية التصالح بمخالفات البناء بدأت في 15 يوليو اللي فات، وعايز أعرف من حضرتك يعني لحد دلوقتي إيه اللي ممكن نقول تم تحقيقه أو أنجزناه، وهل في إقبال بصفة عامة من المواطنين ولا لأ، ولا شايف إنه لأ الإقبال مش كما والله يعني؟ أنا شايف إن في إقبال معقول مقبول يعني، إنما ممكن إن هو يزيد عن كده، وأنا متوقع بعد فتح المدة اعتقد ان الاقبال هيزيد. الملفت بقى حضرتك ان في بعض الناس مش مدركه قوي معنى القانون، او مش مدركه خطوره عدم التقدم لعمليه التصالح، ودي برضو اللي بنحاول نوعي بيها الناس، ان بعد ما تنتهي المده هيبقى في اجراءات صارمه جدا ضد المباني المخالفه. وخلي بال حضرتك ان احنا ازلنا ابراج فعلا وازلنا مباني فعلا وهدينا أدوار مخالفة، كل الكلام ده كله أخذناه، ولما جم يتقدموا كل الإجراءات بتوقف لحين الفحص والمعاينة. طب اللي المفروض يتصالح وما قدمش أو ما تقدمش لإجراءات السداد بتتعاملوا إزاي؟ ويعني قولي إيه التصرف بيكون أولا؟ أنا عارفة أنه ممكن تصل للهدم كمان، ولكن قولي إيه التصرف اللي بيكون في البداية؟ احنا هننتظر لغايه لما مده التقدم ما تنتهي ان شاء الله، بعد كده هيبتدي يبقى في انذار، وبعد كده هيبتدي اجراءات زي ما قلت لحضرتك، هيبتدي قطع المرافق، بعد كده بيطلع قرار اخلاء، وبعد كده هيبتدي عمليه تنفيذ الازاله. هل في مخالفات يعني ما يجوزش او لا يمكن التصالح فيها، وهي ايه من وجهه نظرك؟ طبعا في يا فندم، قانون التصالح محدد بعض النقاط، إذا كان في مشكلة في قيد الارتفاع، إذا كان على الأراضي الزراعية في المناطق اللي هي خارج الأحوزة العمرانية، في حوالي كذا نقطة بيتم فيها المراجعة، إذا كانت المساحات ما بين أقل مثلا من 6 أمتار، يعني في شروط محطوطة جدا، إذا كان في السلامة الإنشائية بتاعت المبنى، كل الكلام ده كله بيتراجع. لو الشروط دي لا تنطبق على طول بيتم رفض عملية التصالح وبتدي عملية على طول الإزالة. هل يعني عايزاك تكلمنا كمان عن اختلاف قيمة جدية التصالح في المدن والقرى، وأيهم الأكثر مخالفة في محافظة الشرقية، المدن ولا القرى يا فندم؟ والله هو طبعا المخالفات موجودة في العزب وفي القرى وفي المدن، الاثنين موجودين، انما الارقام او قيمه المتر بتختلف في العزبه عن القريه عن المدينه،
بتختلف إذا كان سكني، إداري، تجاري أو أي أنشطة أخرى، بتختلف إذا كان على شارع أقل من 6 متر، أو إذا كان من 6 ل 12 متر، أو من 12 ل 18 متر، أو أكثر من 18 متر. كل منطقة وكل عرض شارع بيحدد القيمة بتاعة المتر في التصاعد. هل في تظلمات استقبلتها المحافظة خلال الفترة اللي فاتت؟ لغاية دلوقتي ما جالناش تظلمات، إنما إحنا قلنا مفيش مانع اللي عايز يتظلم إنه بص على التظلم، بشرط إن هو يتقدم ويدفع 25% اللي هي قيمة أو جدية التصالح. في دي في الحالة الوحيدة اللي هنبص في التظلم بتاعه. يعني النوع التظلم الوحيد اللي هتنظروا فيه السعر المقرر يعني أو القيمة المقررة على المخالف. بالظبط يا فندم، بشرط إن هو يبقى دافع 25% اللي هي جدية التصالح. ممتاز. طب يعني كلمني كمان عن فكرة الازدحام، إذا كان في ازدحام كمان بتواجهوه خلال التقدم بالطلبات. بالظبط يا فندم، احنا بنستقبل في المراكز التكنولوجية، وقررنا ان احنا نفتح لفترات متأخرة، وبنشتغل يوم الجمعة وبنشتغل يوم السبت، ما عندناش اجازات عشان يكبر اكبر وقت ان احنا نستقبل المواطنين اللي هو الراغبين في التقدم للتصالح. ابتدينا نعمل بعض اتفاقيات مع بعض البنوك بتحديد احد الشباك، يبقى شباك خاص بالناس المتقدمين لأن أعدادهم بتبقى كبيرة في البنوك، وبيبقى الرسوم اللي معاهم ساعات بيبقى أرقام كبيرة، فعشان نوفر لهم مكان دلوقتي بندرس إن هو إمكانية إن هم يسددوا في المركز التكنولوجي، والمركز التكنولوجي يورد كل يوم تاني يوم الصبح للبنوك، بحيث إن إحنا المواطن ما يضطرش ياخد إذن دفع ويطلع بيه على البنك وبعدين يرجع تاني على المركز التكنولوجي. تمام، انا بشكرك طبعا، خليك معانا، هستأذنك طبعا، بشكرك على الجزئية دي من المعلومات، لكن هنكمل، خليك معانا يا سيادة المحافظ، لانه معانا كمان على التليفون الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك دكتور حازم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. كلمنا عن حجم المخالفات، مخالفات البناء كمان في محافظة قنا، والى اي مدى المواطنين مقبلين على سداد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء خلال الفترة اللي فاتت عندكم؟ احنا عندنا حضرتك في محافظة قنا طبعا بالنسبة للطلبات بلغت عندنا وصلت لحوالي 20,944 طلب. بالنسبة ل الأعداد اللي خاصة بجدية التصالح نسبة كبيرة، في تقدم عدد كبير من المواطنين، بلغ عددهم ما يقرب من نحو 6,219 مواطن لسددوا جملة الرسوم، وفي نسبة جملة اللي سددوا ال 25% تصالح عدد كبير منهم الحقيقة يعني لا يقرب من 20,000 مواطن، وسددوا مبالغ تصل حوالي 47 مليون. دي حضرتك جملة المتحصلات اللي بدها المواطنين طبعا بداية من الإعلان عن جدية التصالح وفقا لقرار السيد رئيس الوزراء من منتصف شهر يوليو، وطبعا تم مد الفترة حضرتك ل 15 سبتمبر. خلال الفترة دي حضرتك طبعا كان آخر موعد اللي هو النهارده، ونظرا للإقبال من قبل المواطنين فتم مد هذه الفترة. حضرتك احنا في محافظة قنا بنعمل على تذليل العقبات للمواطنين الجادين في تقديم المستندات المطلوبة منهم علشان يعملوا تصالح للمخالفات اللي ارتكبوها خلال الفترة اللي فاتت. طبعا عندنا في المحافظة مش مخالفات صارخة للغاية، لانه ابرزها يعني مخالفات خاصة بالاشتراطات البنائية، لكن ما عندناش حاجات كتيرة خاصة بالبناء دون ترخيص، أو الجزء الآخر اللي خاص بالبناء خارج الحيز العمراني، وكل هذه الحالات تم عمل محاضر لها، فبياناتهم موجودة لدى جميع الوحدات المحلية بجميع المراكز. طب بعد يعني قرار مجلس الوزراء النهارده يا فندم بمد فتره سداد جديه التصالح في مخالفات البناء، قول لي هل ممكن نقول انه متوقعين عندكم في محافظه قنا ان يتم او يحصل اقبال اكتر من المواطنين على التصالح؟ بالتأكيد، ما هو طبعا تم مد هذه الفترة نظرا للكثافة التوافد يعني. الكبير من قبل المواطنين لديهم رغبة في دفع
جديه التصالح، وعلشان كده من مظاهر ذلك هو انه الوحدات المحليه بتعمل حتى في ايام العطله سواء الجمعه السبت. واحنا السيد اللواء اشرف داوود ومحافظ قنا وانا طبعا بنمر على جميع الوحدات المحليه والمراكز التكنولوجيه للتاكد من سير العمل ومتابعه المواطنين في تقديمهم لهذه الطلبات. بتتابعوا برضو تطورات الملف في المدن القرى النجوع في المحافظه يا فندم؟ كثافه في الغالب اكثرها في المدن من القرى، طبعا انا مش عايز اقول لحضرتك نقارن نفسنا بمحافظات اخرى، لان العدد مش هيبقى زي محافظات اخرى لانه المخالفات زي ما بقول لحضرتك محصوره في بعض الاشتراطات البنائيه، لانه مفيش مواطنين كتير بانيين في دون ترخيص. اما في القرى الابرز هي مساله البناء خارج الحيز العمران. الحقيقه طبعا المواطنين اللي بيتقدموا طبعا بمستندات بنيسر عليهم الامور، سواء اللي في المدن طبعا مخالفات اللي هي بمستندات معينه محدده تمثل في تقارير الاستشاري الخاص بسلامه المبنى، بيان خاص بتاريخ المخالفه، بيان خاص بالرسومات الهندسيه، وصفته هو هل هو المالك ام منتفع بها، هو من قام بصاحب الرخصه، حسب كل حاله مخالفه يعني. فبيتم تحديد البيانات والمستندات المطلوبه من المتقدم للتصالح. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، شكرا ليك. نرجع تاني لمحافظ الشرقية دكتور ممدوح غراب مرة تانية، أهلا بحضرتك يا دكتور. وعايزة أروح لملف التعديات كمان أو إزالة التعديات على أراضي الدولة في محافظة الشرقية، حصاد أعمال الموجة 16 لإزالة التعديات كان إيه لحد دلوقتي؟ بالنسبة للموجة 16 زي ما حضرتك عارفة إن عدد التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية هو ده اللي احنا طبعا نسبه الازاله بالنسبه للاراضي الزراعيه وصلنا لحوالي 85% من التعديات تم ازالتها. بالنسبه للمخالفات المباني نسبه الازاله وصلت حوالي 70% 98 بالظبط في المية، وده بيؤكد ان الموجه 16 واخده صوره جاده جدا في تنفيذ قرارات الدوله بالنسبه للازاله. في نوع من انواع التعديات تم لكورونا، طبعا دول معظمهم تم ازالتهم، وفي طبعا تعديات تمت قبل كده ودول برضو تم ازاله جزء كبير منهم اذا كان اراضي زراعيه او اذا كان مباني او اراضي سكن. طب بالنسبه لاستمراريه تواصل قوات انفاذ القانون في التصدي للتعديات على اراضي الدوله، كلمني عن عملها كمان في الفتره اللي جايه. خليني اقول لحضرتك ان الازاله بتاع التعديات على الاراضي الزراعيه او اراضي املاك الدوله كلها يا فندم بتتم على مدار السنه، انما الموجات بتبقى بيتم من خلال قوات كبيره جدا وبيبقى حملات مكثفه. طبعا بيتم ازالات احنا بنقول اللي هي المباني اللي في المهد او الازاله اللي في المهد اللي هو بيبقى حفر ولسه بيصب لسه في الاساس، ده على طول بتشيله على طول، والحالات دي كتيره جدا اخرهم وانا بكلم حضرتك من ساعه او ساعتين في احد القرى برضو وتمت الازاله على طول وتمت مصادره الخلطات الاسمنت والمعدات والتحفظ على المقاول وتم ابلاغ النيابه العسكريه على طول. انما الموجات بيبقى في قوات كبيره جدا معانا بنقدر ننفذ عمليات الإزالة اللي صعب اللي احنا ننفذها بدون وجود قوات، بالذات الأراضي الزراعية الكبيرة، بالذات المباني اللي هي بتبقى جنب بعض وفيها سكن كبير، فدي اللي احنا بنقدر نزيلها خلال الحملات ومن خلال الموجات الإزالة. الموجة 16 لم تنتهي لغاية اليوم وهي بتؤدي عملها بصورة جيدة جدا. ممتاز، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شكرا ليك يا فندم وبالتوفيق دايما، شكرا لحضرتك.
دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مواجهتنا التانية وقراءة في أهم القضايا العربية والإقليمية مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم أنديل. استنونا.